الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر؟ قلنا دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويله، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، هذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعود عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذن نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحد. الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل بذلك أنه يقال آمن به وأقر به، ويقال ولا يقال آمنه بمعنى صدقه، فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة، مثل قوله تعالى فآمن له لوط على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال آمن له لوط أي انقاد له أي لإبراهيم وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. فإن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. أبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقد القبول والانقياد. ما قبل الدعوة ولا انقاد لها، فمات على الكفر والعياذ بالله. طيب، إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط، وأن من أقر فقد آمن، فهذا غلط ولا صح. وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير، ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة، ولا تفسر بأبين من لفظها. وقول لأخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم: الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني
زوال نعمة الغيب. وقال بعضهم الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغيب، الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغيب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحننا وتعطفا، ونعم تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطب. فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرر نفسك على هذا يسهل عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإن قال تلميذ من التلاميذ هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه. لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليه، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا لها.